مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والمستهل بالحدث الانتخابي محليات 27 نوفمبر، محطة هامة تسهم في إرساء دعامة أساسية في استكمال البناء المؤسساتي من خلال مجالس منتخبة يعول عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية بالتوجه إلى إدارة ذكية عمادها الفعل الديمقراطي التشاركي يكون فيه المواطن في صلب البرامج التنموية. هذا وسيكون أزيد من 23 مليون و700 ألف ناخب على موعد غدا لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية وسط إجراءات تنظيمية محكمة وتحت سهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذا وانتهت أوراق المترشحين في الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين للتوجه يوم 27 من نوفمبر لاختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية في حملة انتخابية اعتبرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ناجحة. وخلال معاينته أمس لعدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة للوقوف على مدى جاهزيتها، أكد شرفي على ضرورة المحافظة على أمانة أصوات المنتخبين والالتزام بالبروتوكول الصحي. هذا ويواصل سكان البدو المناطق النائية الإدلاء بواجبهم الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية البلدية والولائية التي يعلق عليها أمال في تغيير نوعي. والمرأة والمنتجة من الولايات المستحدثة هولا جلال تدعو إلى تضافر جميع الجهود والمساهمة في الدفع بالحركية التنموية عن طريق مجالس منتخبة كفأة. فوزيتات ونقاش سامية وابتسام قبل دخولهن تجمعا نسويا تتوافق فيه الرؤية حول أفاق ولاد جلال التي لن تتحقق إلا بالتغيير واختيار الأفضل. ورانا نشوفوا في كل الأحزاب أنهم كفء ورانا نستنوا منهم في تغيير اللي نستناو فيه. هذا ماذا بينا حنايا ندعموا الشباب، ندعموا المرأة الحرفية، المرأة الماكثة في البيت، ندعموا يعني طلبة الجامعيين. حنا نستناو في المترشحين هذو إن شاء الله يديروا لنا تغيير. نتمنوا منهم إن شاء الله يخدموا البلاد بصدق إن شاء الله وبنية. الخضر ولاد جلال تحتاج عدة أمور، يعني هي ولاية فتية وناقصة فيها عدة أمور. إن شاء الله نتمنوا يخدموها كما قلت بنية إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله من المرأة تخرج بقوة في 27 نوفمبر بحول الله، تخرج وتدلي بصوتها لأن المرأة فعالة في المجتمع. تطلعات المرأة ووعيها السياسي من خلال مشاركتها في الانتخابات المحلية يزكي المجلس الولائي لبناء قاعدة متينة لهذه الولاية. نفوت اللي فيه الخير إن شاء الله، واللي يعدل البلاد هذا هو لدي عدى البلاد نحوسوا عليه. الله يحفظ رجالنا وتحيا الجزائر تحيا الجزائر. ولاية ولاد جلال الحادثة النشأة إداريا هي بحاجة اليوم لكل أبنائها لتحقيق التغيير. والتسيير النوعي للشأن المحلي هو ما يصبو إليه المواطن من خلال مجالس منتخبة تشكل قوة اقتراح لبرامج تنموية تكون في مستوى تطلعات المواطن. ونديروها الواحد نديروه في المستوى باش يراعينا المتطلبات نتاعنا اللي خصتنا هنا في البلاد، وهذه ان شاء الله ربي يوفق كل واحد ان شاء الله، وماذا بينا البلاد تسقم وتقعد ديما مسقمه ان شاء الله وزهره. انتخابات ماذا بينا كي يعطوا وعود يوفوا بهذه الوعود اللي امرامي ماشي غير هضره برك، ما تكونش غير هضره، لازمنا نطبقوا في الميدان. تطلعاتنا أنه المجلس يمشي بالتوازي مع المجتمع، ما يكونش المجلس في واد والمجتمع في واد واحد آخر، يعني نقربوا الصورة باش نقدروا نلحقوا البرامج تاعنا ونوصلوا لانشغالات المواطن. المواطن يعني طموحه بسيط، ماهوش حاجة كبيرة، تنمية
إصغاء من طرف المسؤول، متابعة انشغالاته اليومية، تفقده من حين إلى آخر، الوقوف على انشغالاته ومصارحته بما يجب مصارحته. نوجه النداء لكافة سكان مدينة قرت ولاية قرت الفتية البهجة أن يتوجهوا يوم 27 نوفمبر بكثرة وبجدية وبقوة كبيرة إن شاء الله، باش يبينوا البلاد كاملة بلي رانا إن شاء الله في الطريق الصحيح. نطلب من الشباب أنه نهار 27 نوفمبر يكون على قدر المسؤولية. نحن إن شاء الله نأمل على أن يتحقق التجديد، تشبيب القطاعات، ويعطى فرصة للشباب لتولي زمام الأمور، لتولي المسؤوليات، حتى تكون هناك فرصة لهذا التجسيد الفعلي للإدارة الرشيدة وللإدارة والحكامة الإدارة نفس الوقت. يعني إن شاء الله تكون وفق تطلعات الشعب. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية، سجلت أمس 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 126 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، وفي الملف الصحراوي، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوية نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، وهذا حسب البيان العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. هذا وتتواصل التنديدات والاحتجاجات بالمغرب على خلفية صفقة العار التي أبرمها الكيان الصهيوني بنية الخبيث المبيت لهدف تقسيم المنطقة وضربها من الداخل. انتفاضة الشعب المغربي ردة فعل منطقية ضد تطاول نظام المخزن على الحقوق والحريات وتردي الأوضاع الاجتماعية نتيجة الحكم الجائر. تفاصيل أوفى في سياق تقرير عبد الله بوزاري. يوم عن قريب يا رب، يا رب اجمعنا في يوم عن قريب. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. قطاع غزة في أرض فلسطين ذات صيف من زمن الرعب والإجرام الإسرائيلي الدموي، قصف وتنكيل وقتل للفلسطينيين بأبشع الطرق وبأفتك الأسلحة وبهندسة عصبة جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هنا تحط طائرة مجرم الحرب بيني جانتس ليتفقد سير عمليات اغتيال النساء والرضع والأطفال في فلسطين المحتلة في مهمة مص دماء أصحاب الأرض والعرض العربي المنتهك في قضيته الأم. بعد سنين سيتحدث العالم عن مصطلح جديد يبتدعه النظام المغربي، إنه الفجور في التطبيع وليس التطبيع في حد ذاته. سيفتح النظام المغربي ذراعيه بالوصيد لمجرم الحرب وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس ليحل ضيفا على أول بلد عربي يفرش له الطريق في سابقة لم يعرفها العالم العربي المتصل وجدانيا بالقضية التاريخية الفلسطينية. تدنس بلاد عربية بزيارة مجرم حرب وتطرح أسئلة عن الفاعل والمفعول به، عن المغزى من توقيع اتفاقية دفاع مشترك مغربي إسرائيلي، عن الطرف المستهدف من الاتفاقية، عن طبيعة نشاط الطائرات الانتحارية الإسرائيلية التي سيقتنيها نظام المخزن. البيعة الشرعية. نظام صنع لنفسه حاشية باعت ذمتها وباعت المواقف وانسجمت في طقوس الولاء الأعمى لرأس النظام، فكانوا صما بكما عميا لا يفقهون ولا يرون كيف يتداعى الشعب المغربي الأصيل المطحون. بسرعة يكسر الشعب المغربي حاجز الخوف ويهدم آلة الدعاية، فيخرج عشرات الألوف منددين جاهرين بما يجب أن يجهروا به. لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، استقبال واسع حر، استقبال
تنظيم حرب صهيوني في بلد الشهداء هو خيانة لتاريخ المغرب في الدفاع عن في الصومال قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو. الانفجار الذي وقع قرب إحدى المدارس في قلب العاصمة لم تتبناه أي جهة إلى حد الآن، غير أن أصابع الاتهام تتجه إلى تنظيم ما يعرف بحركة شباب المجاهدين المتشددة. في روسيا قضى ما لا يقل عن 52 شخصا بينهم 46 عاملا في حادث بمنجم للفحم بمنطقة كيميروفو في سيبيريا، وقالت السلطات المحلية أن 285 عاملا كانوا متواجدين بالمنجم ساعة وقوع الحادث الذي تجهل ظروفه، حيث تمكنت فرق النجدة من إنقاذ معظمهم فيما علق الباقون ومنهم 5 مسعفين تحت الأرض قبل أن يلقوا مصيرهم المحتوم. في ألمانيا تمكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الفائز في الانتخابات الفيدرالية تمكن من التوصل إلى تحالف مع الخضر وحزب الديمقراطي بين وحزب الديمقراطيين الأحرار بهدف تشكيل حكومة بعد نحو شهرين من المفاوضات والتجاذبات. وسيتولى بموجب اتفاق الائتلاف مرشح الحزب أولاف شولتز منصب المستشارية خلفا لأنجيلا ميركل، فيما تم الاتفاق على إسناد وزارة الخارجية إلى رئيسة حزب الخضر أنالينا بيروبك. في الرياضة يشارك اليوم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة بالعاصمة المصرية القاهرة، يشارك في أشغال الجمعية العامة الطارئة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، ويتضمن جدول أعمال الجمعية الطارئة للهيئة القارية 4 نقاط وهي مراجعة الميزانية السنوية لسنة 2021-2022، برنامج تطوير المنشآت الكروية بإفريقيا إلى جانب الرزنامة الدولية لمباريات الفيفا، وكذا مشروع الرابطة الممتازة الإفريقية. ختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.